طبعا احب. طيب احنا اول محاضره مش هتبقى عن السي بي، هتبقى عن النورمال جيت، لان طبيعي تو ستادي ذا ابنورمال يو هاف فيرست تو نو ذا نورمال. والجيت من الحاجات اللي انتوا دايما او كل الناس بقى اغلبهم لما بيقروها بيحسوا انها حاجه رزله، ممكن تبقى متحمس في الاول صفحه 2 3 بعد كده تروح قافلها بانها بتتعرف في شكل المصل دي بتكونتراكت كذا، المصل دي بتكونتراكت كذا، مش عارف ايه ده بيتحرك كذا. لكن احنا عايزين نعرف what is behind the scene، ايه الثيم اوف جيت. مش عايز حد يكتب حاجه خالص في الجيت دي، ما تكتبش، ركز معايا بس، لان ما فيش حاجه تتكتب. انت يعني انا عايزك تطلع في كونسبت معين بمفهوم معين، وبعد كده اقرا زي ما انت عايز. ده هيسهل لك القرايه وهيسهل لك انك تابروتش موضوع الجيت من غير ما تبقى فراستريتد او متضايق. What is gate? It is alternating propulsive and retropulsive movement of the lower limb. أو ممكن نقول عليها coordinated rotary movement of the body segments. الروتري movements of the body segments دي هتعمل لي إيه؟ هتعمل لي translatory progression of the body as a whole. Definition simple وسهل أوي. في definition تاني هو ده اللي عايزك تفتكره كويس وعايزك تحفظه كويس، لأن هو ده الميكانيستيك definition of gate. وزي ما هنتكلم بعد شوية هتفهم ازاي ان الديفينيشن ده بيشرح الجيت بطريقه فيري فيري سمبل، اللي هي سمبل اكت اوف فولينج فورورد او ثروينج فورورد اند كاتشينج وان سيلف. ماشي، حط دلوقتي بس كده في دماغك من غير ما تفكر فيه، وبعد كده هنعرف معنى ايه. لما نوصف اي حاجه او اي حركه في الدنيا بنوصف حاجتين دايما لما نتكلم عن البايوميكانكس. هي البايوميكانكس هي ابلكيشن اوف ذا ميكانكس ان بايولوجيكال تيشوز. لما نتكلم عن البايوميكانكس او ميكانكس عموما بنتكلم على حاجتين، كاينيماتكس وكاينيتكس. كاينيماتكس is the study of motion، يعني بشوف الحركه اللي بتحصل ايه. Without speaking about or discussing how does these movements occur. يعني انا مش هتكلم خالص دلوقتي، لو هنتكلم عن الكاينيماتكس بنوصف بس الحركه اللي بتحصل، لكن ما بنتكلمش الحركه دي بتحصل ايه وايه اللي بيسببها وايه الفورسز. والكاينيتكس هي discussion of forces. نتكلم عن الفورسز بقى وايه اللي بيعمل الحركه دي وايه اللي بيعملها كذا وكذا. فالجزء الاولاني هي الكاينيماتكس. لما نشرح الجيت سايكل هي activities that occur from the point of initial contact of the lower extremity to the point of the same initial contact of the same lower extremity. يعني انا هبدا امشي اول هيل سترايك كده، انا بدات جيت سايكل اوف ذا لور ليمب، لحد ما اعمل هيل سترايك تاني يبقى كده انا كملت gate cycle. Throughout the gate cycle دي جزء من the gate cycle الفوت كانت touching the ground اسمه stance phase، وجزء كانت الفوت is off the ground فوق الارض مش لمس الارض ولا جزء منها لامس الارض، يبقى الفوت كانت في swing phase. التقسيمات دي احنا اللي عاملينها، هي الجيت ربنا مش خليها بستانس وسوينج، احنا اللي قسمناها كده to study it to facilitate our study to facilitate description of the gate. يبقى الجيت سايكل هي activity that occurs from one point of initial contact of one lower limb to the point at which the same extremity contact the ground again. اوكي؟ وعشان كده الجيت سايكل دي بنسميها سترايد. ستيب دي ال distance from heel strike to the heel strike of the other lower limb. لكن from heel strike to the same heel strike of the same lower limb دي اسمها سترايد، والسترايد دي هي الجيت سايكل. وعشان الهيل يلمس الارض بعد كده يرجع يلمس الارض تاني لازم يبقى ماشي في مرحلتين، stance جزء من الفوت is touching the ground and swing the foot is completely off the ground. اوكي، بنقسم الفيز زي ما اتفقنا لستانس وسوينج. ايه الديفينيشن اوف ستانس؟ the foot or part of it is touching the ground. يعني لو توز بس اوف وان فوت از تاتشينج ذا جراوند يبقى هقول الفوت دي او الليم ده ان ستانس. وايه السوينج؟ ذا فوت از كومبليتلي اوف ذا جراوند، يعني لو الفوت فوق الارض مش ولا جزء منها لامس الارض يبقى الليم ده ان سوينج. اوكي؟ افتكر معايا حاجه مهمه جدا. لازم طول ما احنا ماشيين، في كومبليت فوت از تاتشينج ذا جراوند. ممكن الكومبليت فوت دي تبقى فروم وان ليم، يا اما ممكن نص من اللمدة ونص من اللمدة، يعني توز من ناحيه وهيل من ناحيه، او العكس توز من ناحيه وهيل من ناحيه.
يبقى لازم في اي مرحله طول ما انا ماشي عندي complete foot is touching the ground. ماشي؟ يعني لو قلت لك الفوت اليمين التوز touching the ground اوتوماتيك هتقول لي الاذر ليم الهيل is touching the ground. خلاص؟ لو قلت لك الليفت فوت الهيل is touching the ground اوتوماتيك هتقول لي يبقى الليفت فوت التوز is touching the ground. Because I have to complete one foot is always touching the ground. Okay? ده مهم قوي لان احنا السوينج فيز 40% من الجيت سايكل. من الوقت عايزين نتكلم على برسنتج اوف ذا جيت سايكل. 40% من الجيت سايكل من 60 ل 100% ده السوينج فيز. قدامهم يقابلهم في 40% خلاص سنجل ليم سبورت كل الفوت از تاتشنج ذا جراوند. يبقى في مرحله ببدل فيها اللي هي بنسميها دبل ليم سبورت. خلاص؟ يبقى عندي هنا دبل ليم سبورت اللي هي هيل في ناحيه وتوز في ناحيه، هنا هيل في ناحيه وتوز في ناحيه، وعندي سوينج فيز 40% يساوي سنجل ليم سبورت اللي هي واقف على كومبليت فوت اون ذا جراوند. يبقى الوقت الوحيد اللي انا بقف فيه على كومبليت فوت اون ذا جراوند فوت كامله فروم وان لور ليم تساوي بالظبط سوينج فيز اوف ذا اذر لور ليم. لكن لما باجي ابدل مجرد توز يبقى هنا في هيل، ومجرد هنا توز يبقى هنا في هيل. خلاص؟ يبقى دي المرحله دي. عشان كده الدبل ليم سبورت بتبدا من 0 ل 10% اوف ذا جيت سايكل. بعد كده عندي 40% سنجل ليم سبورت. ال 40% دي هتبقى من 10 الى 50. صح؟ وبعد كده من 50 ل 60 10% تاني دبل ليم سبورت. ومن 60 ل 100 اللي هم 40 تاني السوينج فيز اللي هم يساوي السنجل ليم سبورت. اوكي؟ يبقى ما تقعدش تتعب نفسك امتى هنا دبل ليم وامتى هنا مش عارف ايه وبتاع. وانس ان انت بتعمل ديسكريبشن او حد يوصف لك وانس ذا هيل از اوف ذا كونترالاترال هيل از تاتشنج ذا جراوند. اوكي؟ وانس ذا توز خرجت وبدات سوينج يبقى الفوت دي كلها بقت on the ground completely في الحاله دي اسمها single limb support. يبقى single limb support يساوي exactly السوينج اللي هو 40%. والسوينج بيبدا من 60 الى 100. من 50 ل 60 10% دبل ومن 0 ل 10 يبقى انا اوتوماتيك كده لما اقول لك في 40% من الجيت سايكل يبقى انت بتتكلم في single limb support. لما اقول لك 50% يبقى انت بدات السكند دبل ليم سبورت. لما اقول لك في 70% من الجيت سايكل يبقى انت في السوينج فيز. وانس انك عديت ال 60 خلاص بقيت في السوينج فيز. اوكي؟ احفظ يعني خد الكلام وما تكتبش ما تكتبش ركز فيه ركز بس. هتلاقي الكلام ده كله مكتوب في اي في اصغر كتاب في اكبر كتاب الكلام ده كله مكتوب. نتكلم على الفيزز اوف ذا سوينج فيز الستانس فيز سوري. اول بوينت هي initial contact اللي هي الفوت الهيل starting to touch the ground. خلاص؟ دي instant يعني لحظة مش period مش distance. ماشي؟ بعد كده عندي from heel strike to loading response اللي الفوت flat لحد ما الفوت تستقر على الأرض. ماشي؟ لحد ما الفوت تستقر على الأرض دي اسمها loading response. ماشي يبقى انا هيل سترايك فلودنج ريسبونس. المرحله دي دبل ليم سبورت ولا سنجل ليم سبورت؟ دبل ليم سبورت لانها بادئه بهيل بس. ماشي؟ اول ما الفوت تبقى كومبليتلي اون ذا جراوند ذيس از ذا ستارت اوف ذا سنجل ليم سبورت والناحيه الثانيه تبدا سوينج. ماشي؟ لكن في الاول هنا اول ما عملت هيل سترايك لازم الناحيه الثانيه يبقى لسه عندي توز تاتشنج ذا جراوند عشان توز دقت هيل يساوي almost always one foot is on the ground. المرحله دي بتاعت ايه؟ تتخيل انت كده انت نازل بكل وزنك عشان تنزل على رجليك. خلاص هي بيسموها هي loading response. ماشي؟ state او stage of body acceptance of the body weight and shock absorption. ماشي انا محتاج في المرحله دي وانا بنزل على رجليا كده زي ما بعمل لاندنج بالطياره محتاج لاندنج محتاج شوك ابزوربشن لازم يبقى في مساعدين كويسين
ولازم امتص الصدمه بتاعه الفولينج داون اوف ذا بودي ويت. وهنفهم بعد كده ده بيحصل ازاي. وانس ان احنا خلصنا اللودنج ريسبونس احنا بدانا ايه سنجل لمب سبورت. السنجل لمب سبورت ده عباره عن حاجتين، يا ميد ستانس يا ترنال ستانس بس. ماشي. الميد ستانس انا واقف على رجل واحده والبودي كله از ترانسليتد اوفر ذيس سبورتنج لمب، ذيس ستانس لمب. وانس the body cross the midline يبقى انا دخلت ايه في الترمينال ستانس. زي ما قلنا في الاول في المرحله الاولانيه اللي هي بتاعه اللودنج ريسبونس انا محتاج ايه شوك ابزوربشن خلاص واكسبتنس اوف ذا بودي ويت. هنا محتاج ايه عشان انقل كل البودي ده اون ستانس لمب؟ محتاج ستيبل لوور لمب، محتاج ستيبل فوت تو ترانسليت ذا هول بودي اوفر ذيس فوت. ماشي. محتاج ستابيليتي، محتاج اللم ده يبقى ستيبل. لو اللم ده مش واقف تحتيه كده ولوز انا مش هقدر انقل رجلي للناحيه الثانيه ومش هقدر انقل البودي بتاعي للناحيه الثانيه خلاص. يبقى احنا محتاج في الميد ستانس ستيبل سبورتنج لم تو ترانسليت ذا بودي اوفر ات. في الترنال ستانس زي ما اتفقنا بمجرد يعني احنا بادئين كده ميد ستانس ذا ترانك is over the body of over the limb. Once I crossed the limb انا كده بدات في الترنال ستانس وبيبتدي من المرحله دي لحد ما يحصل هيل اوف. Once ان حصل هيل اوف يبقى الناحيه الثانيه بدا يحصل تو اون ذا جراوند. ماشي ماشي. يبقى حصل الناحيه الثانيه ايه هيل سترايك لمست الارض. يبقى once ان انا عملت هنا هيل اوف بداية الهيل اوف يبقى الناحية الثانية لازم تبدأ تعمل هيل سترايك. يبدأ عندي البري سوينج. البري سوينج بيبدأ من الهيل اوف لحد التو اوف زي ما كنا في اللودنج ريسبونس بتبدأ من الهيل سترايك لحد فوت فلات. هنا البري سوينج بيبدأ من هيل اوف لحد فوت اوف اللي هي مرحلة رفع القدم. ماشي. يبقى عشان احط القدم على الارض احط الفوت يبقى دي اسمها لودنج ريسبونس. اول ما هعمل هيل اوف تو تو اوف دي اسمها بري سوينج. يبقى الستانس فيز هو 60% من الجيت سايكل بيبدا بانيشال كونتاكت ففوت فلات. الاثنين دول مرحله دبل لمب سبورت. بعد كده ميد ستانس وترمينال ستانس المرحله دي سنجل لمب سبورت. بعد كده هبدا تو اوف هيل اوف لحد تو اوف اللي هي اسمها بري سوينج. وانس التوز بقت اوف انا بدات سوينج فيز. السوينج فيز انا دلوقتي عملت تو اوف عايز ارمي رجلي. خد بالك انا في السوينج بكلمك على حركه لور لام. في الاول انا بكلمك على حركه في الستانس بكلمك على حركه ترانك. ماشي. فانا دلوقتي هعمل سوينجينج يبقى انا عايز ارمي اللور لمب ده ارميها لقدام. يبقى بالمنطق كده انا عندي مرحله في الاول اكسلريشن برمي اللور لمب. ماشي. وبعد كده بعد شويه ممكن تكمل تشوط. يبقى انا لازم بعد الاكسلريشن عايز ديسلريشن عشان اظبطها تحط على ده. بنقسم السوينج فيز الى ثلاثه فيزز. سوري. انيشال سوينج دي مرحله اكسلريشن خلاص وفيها الماكسيمم فليكشن اوف ذا ني بيحصل. بعد كده ميد سوينج من الماكسيمم فليكشن اوف ذا ني لحد ما تبقى الليج اولموست بارلل تو ذا اذر لور لمب. وانس الليج بقت بارلل وبدات تكستند يبقى انا كده في الايه؟ في الترنال سوينج. ما يهمنيش التقسيمه دي قوي بس يعني هي ليها فانكشن لما هنتكلم على ال الماسل اكشن. نعيد تاني. الجيت عباره عن ايه؟ Translatory progression of the body as a whole produced by coordinated rotary movement of the body segment. متفقين على كده. يعني ايه body as a whole بقى؟ هو ده هو دي الفكره. يعني ايه body as a whole؟ لو انا عايز اوصف حركه البودي as a whole كلمه البودي as a whole دي معناها ايه؟ لازم يبقى عندي ليها representative of the body. ايه الريبريزنتيف اوف ذا بودي؟ اي بودي في الدنيا دي سنتر.
اي بودي في الدنيا ليه سنتر، ولما بوصف حركته بوصف حركه السنتر بتاعه ماشي، اللي هو بنسميه movement of the center of gravity او movement of the center of mass. في فرق بينهم بسيط مش لازم نعرفه، ما لناش دعوه بيه، لكن هي center of gravity خلينا نعتبرها هي نفسها center of mass. ايه هو السنتر ده؟ لو انت عندك كوره وقلت لك ايه السنتر بتاعها هتروح جاي لي في نقطه في النص بالظبط وتقول لي هو ده السنتر بتاعها. سو ايزي تو نو. لو عندك كيوب ماشي متوازي الاضلاع وكله مكعب وقلت لك ايه السنتر بتاعه هتجي لي في نقطه في السنتر بتاعه بالظبط فوق وتحت وتقول لي هي دي السنتر بتاعه. ده في الريجولر ستراكشرز. لكن جسم زي بتاعنا وملخبط وايد ورجله وحاجه بتتحرك، ايه السنتر بتاعه؟ خلاص السنتر اوف جرافيتي الديفينيشن بتاعه هو point of a structure around which all the forces are equalized or all the masses are equalized. يعني انا هجيب اي body زي كوره او كيوب واحط نقطه في السنتر بتاعه، ايه السنتر ده؟ كل الماسز around this center are equalized، وبالتالي لو انا سبته يقع او حاجه كل الفورسز around this point is equalized. ماشي، السنتر بتاعنا هو 5 سنتي anterior to the second sacral vertebra، بالتالي دي حاجه عارفينها من الاناتومي. ماشي، وكل ما غير شكل البوزيشن بتاعي ممكن يتغير مكانه، يعني انا لو رفعت ايديا بقى في كميه ماس اكتر فوق فالسنتر اوف جرافيتي يترفع لفوق، لو وطيت لقدام ماشي بقى الشكل بتاعي ملخبط اكتر فممكن السنتر اوف جرافيتي يبقى مور انتيريور. ماشي، المهم عندي تبقى عارف السنتر اوف جرافيتي ده اللي انا هوصل بيه الشيب اوف موفمنت اوف ذا بودي. لازم السنتر اوف جرافيتي دايما يبقى ويذن ذا بيز اوف سبورت. البيز اوف سبورت بتاعتنا هي اللور لام. خلاص الترابيزه دي بالانسد ليه؟ بالانسد عشان البيز اوف سبورت بتاعتها واقعه، سوري السنتر اوف جرافيتي بتاعها واقع ويذن ذا بيز اوف سبورت. لو انا خرج السنتر اوف جرافيتي بتاعي بره البيز اوف سبورت هيبقى انا ديستابيلايزد. زي مثلا عندك ترابيزه سهل قوي انك تروح زائقها بره، بمجرد ما السنتر اوف جرافيتي بتاعها بقى اوتسايد ذا بيز اوف سبورت تقع، وكل ما كان البيز اوف سبورت نارو كل ما كان سهل قوي تو بي ديستابلايزد. ماشي، واحنا البيز اوف سبورت بتاعتنا نارو. ماشي، انت هتبص لها انها عيب انها سهل قوي ديستابلايزد، بس هي ادفانتج لان سهل تو بي موبلايزد، ما انتش محتاج ايفورت جامد قوي تو موبلايز. زي ما يكون عندك ترابيزه بعمود كده سهل قوي انك بصباع تروح قلبها، لكن لو عندك ترابيزه باربع رجلين ده لازم تشيلها وتقلبها جامد قوي عشان تخرج السنتر اوف جرافيتي بتاعتها بره البيز اوف سبورت، فتحتاج ايفورت عالي قوي، وده اجينست ذا فانكشن اند ذا ثيم اوف ذا جيتس زي ما هنتكلم بعد شويه. عشان نمشي ربنا خالق كل حاجه ثانيه جريت جريت افشنسي. افشنسي مش موجود في حاجه تانية. يعني efficiency في كل حاجة. فالefficient gate allow movement of the center of gravity with the minimum expenditure of energy. من الوقت ورايح طول ما احنا بنتكلم في الجيت بنخدم saving energy. ماشي؟ بنخدم minimum expenditure of energy. The rule of walking and the rule of doing anything is with the minimum expenditure of energy. ايه رايكم لو السنتر اوف جرافيتي، احنا خلاص بقى من الوقت هنعتبر البودي هو سنتر، هو ماس، سنتر اوف ماس او سنتر اوف جرافيتي بيتحرك. ايه رايكم البودي لو اتحرك كده ايهما احسن، بالطريقه دي السنتر اوف جرافيتي يتحرك كده ولا يتحرك بسموث كيرف؟ سموث كيرف. يبقى انا كل ما اتحركت في سموث كيرف كل ما كان الانرجي اكسبندشر اقل. طيب لو قللت الاوسيليشن هنا احسن ولا بهاي اوسيليشن؟ كل ما قللت الاوسيليشن يبقى احسن. يبقى يوم احسن افضل حاجه اللي هي دي، ان انا امشي with the minimum oscillation اخلي الاوسيليشن of the center of gravity او center of mass minimum، وكل ما كان الباث واي سموث كل ما كنت بمشي in efficient way. كل ما زودت الاوسيليشن او خليت الموفمنت الباث واي جيركي يعني مش سموث خلاص، يبقى انا هنا I will need more and more energy. يبقى دي كده في الحاله دي باثولوجيكال جيت. يبقى انا ممكن اوصف الباثولوجيكال جيت اقول لك ايه؟ in
efficient gait with increased expenditure of energy. يبقى أي pathological gait هتسبب لي increased expenditure of energy هي pathological على طول. ماشي؟ ودي هيتوفر فيها دايما شرط من اتنين، يا زاد الاوسيليشن خلاص، يا زاد يا بقت الموفمنت جيركي ومش سموث باثواي خلاص. وزياده الاوسيليشن او الاوسيليشن اللي احنا بنتكلم عنها ما تتكلمش بس انها فيرتيكال، انت كمان هوريزونتال خلاص، لان زي ما هنشوف دلوقتي احنا بنتحرك ان هوريزونتال اند فيرتيكال دايركشن او السنتر اوف جرافيتي بتاعك. يبقى to have an efficient gait محتاجين to keep the oscillations of the center of gravity to minimum vertical and frontal and to make smooth pathway of the center of gravity. جاء واحد في سنة 53 اسمه ساندرز، عمل قال لك في determinants of normal gait. ايه هي determinants of normal gait؟ These are adjustments made by the body to keep the oscillation to minimum and to make the pathway of the center of gravity smooth. هي الحاجات اللي بيعملها البادي عشان يخلي الفيرتيكال اوسيليشن قليل، الفيرتيكال اوسيليشن او الرينج اوف اوسيليشن قليل، وكمان يخلي الباث واي سموث. وفي نفس الوقت بعد شويه لقوا ان في حاجات من دي، في حاجات ثانيه بتشرحها، فاحنا هنقول الاثنين مع بعض. ايه الادجستمنت اللي بتتعمل باي ذا بادي؟ عشان اعرف لازم اعرف الاول ايه اللوست بوينت of the center of gravity وايه highest point، عشان لو انا عايز اقلل الاوسيليشن يبقى همنع excessive drop وهقلل اعلى بوينت عشان اقلل الاوسيليشن بتاعي، صح؟ يبقى ايه اللوست بوينت وانا في اي دبل limb support؟ يعني في اي مرحله دبل limb انا فاتح رجليا، زي ما تفتح البرجل، لما تفتح البرجل البوينت السنترال بوينت بتاعته بتنزل لتحت، وكل ما تفتحه اكتر كل ما ينزل لتحت اكتر. والهايست بوينت وانا واقف على سنجل ليم سبورت، يبقى الهايست بوينت هي في سنجل ليم سبورت واللوست بوينت في الدبل ليم سبورت. عشان اقلل الاوسيليشن محتاج اقلل اعلى ارتفاع وارفع اوتا بوينت، متفقين؟ خلاص. البودي هيعمل كده ازاي؟ الحقيقه كلنا درسنا في الاناتومي ان احنا لما بنبقى على سنجل ليم سبورت الابدكتور بتاعتنا بيرفعوا البلبس، بس حقيقي واحنا ماشيين ده ما بيحصلش. اللي بيحصل شويه دروب اوف ذا بلبس اون ذا كونترالاترال سايد، ماشي؟ يعني احنا بنمشي بترند لمبارك، لكن لما يبقى الدروب اوف ذا بلبس ده اكسسيف هسميه ترند لمبارك. لكن انا عندي وانا ماشي واول ما بعمل سنجل ليم سبورت بيحصل دروب اوف ذا بلبس كونترالاترال سايد. ايه فايده الدروب اوف ذا بلبس ده؟ تو لوور ذا هايست بوينت. مش احنا قلنا ذا هايست بوينت وانا سنجل ليم؟ يبقى انا عايز الور البوينت دي، يبقى اعمل دروب اوف ذا بلبس، ماشي؟ دروب اوف ذا بلبس اون ذا كونترالاترال سايد. يبقى انا ديورينج ذا هايست بوينت بيحصل بلبك لاترال بلبك تلت، لاترال بلفيك تلت عشان اوطي اعلى بوينت. خلاص؟ بيحصل بلفيك تلت، يعني اول ما بيعمل ستانس خد بالك كده هتلاقي الناحيه دي نزلت لتحت. طيب احنا لما بنمشي ما بنمشيش زي الروبوت كده ولا زي العساكر الصينيين في العرض العسكري، ماشي؟ العساكر اللي هم مثبتين البلبس بتاعهم وماشي ما بيحركش البلبس ولانه مثبت ايديه. لكن احنا لما بنمشي احنا بنمشي بالبلبس روتيشن، البلبس بتاعنا بيروتيت. ليه؟ مش احنا قلنا احنا طول رجلينا ثابت، صح؟ طول رجلينا ثابت، وكل ما فتحت رجلي اكتر فتحت البرجل اكتر كل ما اللوست بوينت نزلت. طب انا عندي طول رجلي ثابت اهو، عشان ازود الستيب عشان افتح رجلي اكتر ايه اللي هيحصل؟ خد بالك من النقط المنقطه دي، الخط المنقط ده، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دروب اوف ذا سنتر اوف جرافيتي، متفقين؟ طب ازاي اقدر ازود الستيب من غير ما يحصل دروب؟ كده باني انا احوله من تراينجل الى فلات توب ترابيزويد، ماشي؟ هدي لينك ما بين الرجلين بالبلفيك روتيشن. يبقى البلفيك روتيشن ده
منع لي excessive drop of the lowest point ويزود لي الستيب. ماشي؟ اوكي. الطريقه الثانيه ان انا اطور رجليا وانا بعمل ستيب. ان انا اطور رجليا ازاي؟ اطور رجليا خلاص باني احنا ما بنمشيش كده، احنا ما بنمشيش كده، احنا بنعمل تيب تون. خلاص وانت بتعمل كده هيل سترايك وتيب تون، التيب تون ده بيطول اللور لم. يبقى انا اقدر ازود الستيب من غير ما اعمل اكسسيف دروب. بتلو ميكانيزمز ان احنا بنعمل تيب توينج فده بيطول الرجل فيقدر يخليني ازود الستيب من غير ما يحصل اكسسيف دروب اوف ذا سنتر اوف ماس. والطريقه الحاجه الثانيه المهمه اللي هي البلفيك روتيشن اللي بتديني لينث وداوت اكسسيف دروب اوف ذا سنتر اوف ماس. يا حد مش فاهم حاجه؟ يا حد مش فاهم النقط دي؟ اوكي؟ مش فاهم الوقت يقول خلاص. الحاجة الثالثة اللي بتخلينا نقلل، احنا كده بالطريقة الأولانية بالبلفيك لاترال بلفيك تلت عملنا ايه؟ نزلنا أعلى بوينت، وبالبلفيك روتيشن منعنا دروب اوف ذا اكسسيف دروب اوف ذا لوست بوينت. مفهوم؟ أمال ايه بقى البلفيك الجينو فالجم نورمال جينو فالجم ده؟ إن احنا عايزين نقلل الفرونتال اوسيليشن. البلفيس بتاعنا عريض لكن عندنا جينو بالجم والبيز اوف سبورت بقت ضيقه. خلاص البيز اوف سبورت لما بقت ضيقه خدمتني في ايه؟ السنتر اوف ماس هنا نازل وسط الرجلين. لما انت بتعمل بتنقل على رجل وبعد كده بتنقل على رجل الثانيه لازم السنتر اوف ماس يتنقل على الفوت. طب ازاي البلفس العريض ده نخلي البيز اوف سبورت تبقى نارو ونخلي الاوسيليشن اوف ذا سنتر اوف ماس ده قليل؟ بالنورمال فيسيولوجيكال جينو بالجم. يعني تخيل انت لو ما كانش عندنا الجينو بالجم والسنتر اوف ماس كده، شوف المسافه اللي لازم اقطعها قد ايه عشان انقل السنتر اوف جرافيتي على الفوت دي والفوت دي، مسافه كبيره جدا فهتزود الاوسيليشن. نحل الاشكال ده ازاي؟ نعمل فيسيولوجيك جينو بالجم، فلما يبقى في جينو بالجم نورمال جينو بالجم والنك شافت انجل اوف ذا فيمر فده يخليني البيزز نارو، وبالتالي المسافه اللي محتاجها السنتر اوف جرافيتي تو اوسيليت ان هوريزونتال وايه؟ هوريزونتال دايركشن تبقى قليله. ادجستمنتس عجيبه سبحان الله. اوكي؟ يبقى الجيرو بالجن عندنا ده ليه فانكشن، البلبس عريض لكن الفوت عشان يحول الفوت في الاخر تبقى البيز اوف سبورت نارو عشان اقلل الهوريزونتال ترانسليشن او شيفت اوف ذا سنتر اوف ماس. اوكي؟ الحقيقه كمان في حاجه لطيفه جدا ان احنا واحنا ماشيين اكتشوالي احنا ما بننقلش السنتر اوف ماس كله على الفوت، احنا قبل وهو رايح على الفوت بنكون بدانا الستانس في الناحيه الثانيه. ماشي؟ ففي نوع من انواع زي ما هنتكلم بعد شويه الانرشيا، ودي بتعمل الحركه دي وبتقلل الاوسيليشن. عشان كده اصعب جيت في عيان ان يبقى عنده ابدكشن ديفورميتي، لان الابدكشن ديفورميتي اوف ذا هيب ويبقى البيز اوف سبورت عريضه جدا كبيره قوي، عشان يمشي محتاج يترانسليت سنتر اوف ماس ويترانسليت السنتر اوف ماس. عشان كده لما بتعمل ارثروديسيس في الهيب بتعمله في ايه؟ يا نيوترال يا ادكشن عشان تحافظ على نارو بيز اوف سبورت، فالعيان يبقى بينقل السنتر اوف ماس. لكن كل ما كان في ابدكشن ديفورميتي معنى كده ان العيان محتاج السنتر اوف جراف بتاعه ينقله جامد قوي مسافه كبيره قوي عشان يبقى بالانسد. عشان كده من اسوء الديفورميتي اللي تحصل في الهيب مثلا ان يبقى في ابدكشن ديفورميتي. اوكي؟ ونيفر تفيوز هيب ان ابدكشن. خلاص؟ وكان دايما العيانين بتوع البوليو ييجوا عندهم ابدكشن كونتراكشن. الابدكشن كونتراكشن ده يخليه مش عارف ينقل. لما تعمل له كوركشن ديس ابدكشن كونتراكشن هيبقى سعيد جدا لان بيقلل قوي قوي الانرجي اكسبندشر وبيقلل الاوسيليشن اوف ذا سنتر اوف جرافيتي. دايما لما تتكلم على جيت ودايما لما تتكلم على باثولوجيكال جيت وانت عايز تصلح حط في دماغك ان ليه العيان ده متضايق؟ عشان في ابنورمال موفمنت اوف ذا سنتر اوف جرافيتي او سنتر اوف ماس. وانت لما بتصلحه او عايز تصلحه انت عايز تريستور ذا نورمال باث واي اوف ذا سنتر اوف ماس.
هي مش حكايه هيب هعمل له كذا وليه هعمل لها كذا. مش لازم تبقى فاهم وات از بياند ذا سين عشان تبقى عارف انت بتصلح ليه. رابع، احنا قلنا اول حاجه اللاترال بلفيك تيلت، وتاني حاجه البلفيك روتيشن، وتالت حاجه الفسيولوجيك جينو فالجا. رابع حاجه بقى اللي هي ايه؟ حاجه اسمها نيه فليكشن افتر هيل سترايك. هتاخد بالك من حاجه، وانا بعمل هيل سترايك ذا نيه از فولي اكستندد خلاص، وبعد كده لما بقف على سنجل ليم سبورت ذا نيه از فولي اكستندد. لكن في مرحله هنا ديورنج لودنج ريسبونس، اول ما بحط الفوت اون ذا جراوند بيحصل نيه فليكشن خلاص. طب ما حاجه غريبه جدا، يعني انا بدات نيه اكستنشن وهنا انتهيت بني اكستنشن في الميد ستانس، ليه عملت ني فليكشن في النص؟ ما حصل ني فليكشن في النص ليه؟ تو سموث ذا باث واي. مش احنا قلنا الادجستمنت اللي عملنا قللنا الفيرتيكال اوسيليشن والفرونتال اوسيليشن؟ احنا قلناها. يبقى باقي لي دلوقتي عايز بقى اعمل الباث واي ده اخليه سموث. هخليه سموث ازاي؟ بايه؟ اول حاجه الني فليكشن افتر هيل سترايك. انا الني فولي اكستندد وفي الميد ستانس فولي اكستندد، ان بتوين بيحصل فليكشن واكستنشن تاني. الفليكشن والاكستنشن ده تو ابزورب انرجي وعشان اسموثن ذا باث واي. اوكي؟ اول ما تبقوا عايزين كده ريفرش شويه قولوا لي. خلاص؟ الكلام يعني مش فيزل قوي. يبقى احنا هنا بيحصل لازم ني فليكشن عشان اخلي الباث واي سموث. اخر حاجه في الادجستمنتس هي الفوت اند انكل. ازاي الفوت اند انكل بيشتغلوا في الجيت؟ ازاي بيسموثن ذا باث واي؟ خلاص؟ ازاي زي ابزورب شوك؟ لان السموثنج ذا باث واي ريليتد قوي للشوك ابزوربشن. عشان نفهم كده محتاجين نفهم الانكل اند فوت ميكانكس او بايو ميكانكس. دي من الحاجات الجميله جدا جدا لو فهمناها وعرفناها. انا محتاج من الفوت ايه؟ مش احنا لما بنعمل لودنج ريسبونس انا محتاجها تبقى سابل ومحتاجها تبقى شوك ابزورب ابزورب شوك ومحتاجها تادابت اون ذا جراوند صح؟ طيب ولما بعمل تو اوف وبري سوينج عايز اشيل البودي ده كله وازقه لقدام انا محتاجها ريجيد ليفر. انا مش ممكن انت عندك عايز تعمل ليفر ترفع حجر مثلا، ينفع تجيب اسمه ايه ده حاجه ماليه بالمسطره بلاستيك عشان ترفع بيها الحجر؟ مش هينفع. لكن لازم حاجه ريجيد عشان ترفع بيها الحجر ده. فلازم تتحول نفس الاستراكشر ده، نفس الفوت اللي كانت سابل وادابتبل وشوك ابزورب الى ريجيد ليفر. ازاي نفس الاستراكشر يقدر يخدم الوظيفتين دول؟ عندنا في الـ في الـ في الفوت انكل جوينت، عندنا سب تيلر جوينت، عندنا تيلو نافيكرا والكالكينيو كيوبويد، والاثنين دول بنسميهم الميد تارسال جوينت. كلام معروف. يبقى الميد تارسال جوينت هو التيلو نافيكرا والكالكينيو كيوبويد. الانكل موفمنت دورس فليكشن وبلانتر فليكشن. اوكي؟ دايما كنا بندرس في الاناتومي الاوبليك اكسس ده، وان الانكل بيتحرك ان كون. مع البلانتر فليكشن يحصل انترنال روتيشن، ومع الدورس فليكشن يحصل اكسترنال روتيشن. دي حكمه مهوله زي ما هنتكلم بعد شويه. بس اعرف ان دايما مع البلانتر فليكشن في انترنال روتيشن، ومع الدورس فليكشن في اكسترنال روتيشن اوف ذا فوت. السب تيلر جوينت ده جوينت موجود باكسس هنا حوالي 45 درجه. ليه علاقه ما بين الجوينت اللي فوقيه او الليج الروتيشن اوف ذا ليج، وليه علاقه بالجوينت اللي تحتيه اللي هو الميد تارسال جوينت. هو لينك ما بين الليج روتيشن والميد تارسال جوينت. ماشي؟ هنشوف الوقت. السب تيلر جوينت بيتحرك في ايه؟ في فالجس وويرز. يعني الكالكينيان ايفرشن وانفرشن، فالجس وفيرس. اوكي؟ الميد تارسال جوين ليه وضع من اثنين؟ يا انلوكت يا لوكت. لما يبقى الميد تارسال جوين انلوكت يبقى موبايل،
يبقى الفوت ايه؟ صبل وادابتبل تو ادابت تو ذا جراوند ها وفلكسبل. ولما يبقى لوكت تبقى الفوت ريجيد خلاص. يبقى الفوت ريجيد ولا موبايل اللي بيحكمها الميد تارسال جوينت لوكت ولا مش لوكت. والميد تارسال جوينت بيتحرك زي ما انت شايف ان سيركمدكشن موفمنت. يعني لو مسكت انا الهيل وحركت الفور فوت هتلاقيها بتتحرك في كل اتجاه لما يبقى موبايل. يبقى انا عندي بلانتر فليكشن ودورسيفليكشن بيحصل في الانكل ومعاهم انترنال واكسترنال روتيشن، وعندي الفور فوت ممكن تتحرك في ادكشن وابدكشن، وعندي الهيل ممكن يتحرك في انفرشن وايفرشن. حد يقدر يحرك الهيل بتاعه في ايفرشن او انفرشن من غير ما الفور فوت تتحرك؟ نواي. حد يقدر يعمل ادكشن للفور فوت بتاعته والهيل بتاعه ثابت؟ نواي. خلاص. فاحنا عندنا في الفوت لينكد موفمنت، مفيش جوينت بيتحرك في الفوت لوحده، مفيش، ما ينفعش. خلاص. الجوينتس اوف ذا فوت بتتحرك از اماس 3D موفمنت لينكد موفمنت. مفيش حاجه اسمها فور فوت تبقى ادكتد والهيل نيوترال، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها الهيل يدخل في ايفرشن فالجس والفور فوت تبقى ادكتد، ما ينفعش. دي باثولوجيكال كونديشنز، ما ينفعش، دي مش نورمال ميكانكس. فعندنا جلوبال موفمنت اسمها سوباينيشن. لما تقول لي سوباينيشن يعني ايه سوباينيشن؟ ذا سول از فيسينج انوردز. واقول لك برونيشن يعني ايه برونيشن؟ يعني ذا سول از فيسينج اوتوردز. اللي دي عباره عن ايه الحركه دي؟ انت امتى تقدر تعمل سوباينيشن اوف ذا فوت؟ لازم تبقى الانكل في شويه بلانتر فلكشن، ولازم يبقى الهيل في فيرس والفور فوت ادكتد. بص كل الجوينتس اتحركت. عشان تعمل برونيشن كويس وتعمل تخلي السول از فيسينج اوتورد هتلاقي نفسك اوتوماتيك، كل واحد يجربها على ليه اوتوماتيك، لازم تعمل دورس فلكشن اوف ذا انكل. خلاص. عمرك ما هتقدر تعمل برونيشن وانت عامل بلانتر فليكشن. جرب. عمرك وانت عامل بلانتر فليكشن ما هتقدر تعمل برونيشن اوف ذا فوت. خلاص. لكن وانت عامل بلانتر فليكشن ممكن تعمل سوباينيشن، لكن مش هتقدر تعمل برونيشن. وانت عامل دورس فليكشن اوف ذا انكل عمرك ما هتقدر تعمل سوباينيشن اوف ذا فوت، هتقدر تعمل برونيشن بس. خلاص. يبقى في لينك موفمنت ما بين الانكل السب تيلر والميد تارسال جوينت. الميد تارسال جوينت امتى يبقى لوكت؟ لما يبقى الهيل في فيرس او سب تيلر في انفرشن او فيرس ماشي، والفور فوت ان ادكشن. وامتى يبقى انلوكت؟ لو الهيل في فالجس والفور فوت ادكتد، ويبقى الانكل في الحاله دي كمان ايه؟ دورسي فلكست. ماشي يا جماعه. يبقى انا لما الاقي فيرس هيل اعرف على طول ان الفور فوت ايه؟ او الميد تارسال جوينت ايه؟ لوكت. يبقى الفوت دي ايه؟ ريجيد. عشان كده ما استغربش لما يقول لك الكيبو فيروس فوت از ريجيد فوت، صح؟ ماشي. ولما الاقي الهيل في فالجس يبقى انا عارف ان الميد تارسال جوينت ايه؟ انلوكت. يبقى الفوت صبل وفلكسبل. هي ما تستغربش ان الفلات فوت فيها فالجس هيل ويقول لك ايه؟ ات از فلكسبل اند ماليبل، مش ريجيد فوت، صح؟ اوكي. السب تيلر جوينت بيشتغل ك حاجه اسمها ميترد هنج. عارفين الزاويه بتاعه النجار اللي هي على 45 درجه؟ لما يحرك جزء الثاني يحصل فيه روتيشن. معنى كده ايه؟ السب تيلر جوينت هنا يا جماعه بيشتغل كميترد هنج، يعني لما يحصل فالجس الجزء اللي فوق من التيبيا هيحصل فيه روتيشن، ولما يحصل للفوت كده فالجس حصل انترنال روتيشن اوف ذا تيبيا، ولو حصل انفيرس او انفيرشن او الهيل بقى فيرس التيبيا تروتيت اكسترنال. ماشي. لازم تبقى عارف الكلام ده باي هارت، اللي هو movement of the subtalar joint على طول تغير لي الروتيشن اوف ذا تيبيا.
لو حط صباعه هنا مع الفالجاس هيل يحصل internal rotation، مع الفيرس هيل يحصل external rotation of the tibia. خلاص؟ ماشي؟ يبقى أنا كده في علاقة ما بين subtalar joint والميد tarsal joint، وفي علاقة ما بين الأنكل والاثنين دول، وفي علاقة ما بين الموفمنت اوف subtalar والروتيشن اوف ذا leg. يبقى اوتوماتيك لو أنا عندي external rotation of the tibia هيعمل لي إيه؟ فيرس هيل، وهيعمل لي locking of the mid-tarsal joint. لو عندي internal rotation of the tibia هيعمل لي valgus of the heel و unlocking of the mid-tarsal joint. أنا ممكن أبدأها العكس، أنا ممكن أبدأها من الفوت، هعمل adduction في الفور فوت، الادكشن of the فور فوت يعمل لي virus of the heel، الvirus of the heel يعمل لي external rotation of the tibia. يعني ممكن أبدأها من تحت لفوق ومن فوق لتحت. خلاص؟ عشان نوصف الموفمنت تسمعوا دايما وبتقروا حاجه اسمها open chain kinematics. يعني ايه open chain؟ يعني الفوت is off the ground، يعني swing phase. خلاص كده عندي plantar flexion، عندي dorsiflexion، عندي supination، عندي pronation، زي ما انت عايز توصف. لكن اللي يهمنا هو closed chain kinematics اللي هي the foot on the ground، وده اللي ما خدناهوش في الاناتومي، وده اللي ما درسناهوش في الاناتومي. اني وانا in stance phase the foot in the ground and all the muscles origin in the foot. يعني ال insertion اللي احنا بنتكلم عليه insertion actually during stance phase هو ال origin، وال origin بتاع muscles هو ال insertion، لان ال foot هي اللي ثابته والبودي فوقيها هو اللي بيتحرك. عشان كده قلت لك ايه، الموفمنت ممكن تبدا من تحت لفوق، ما تستغربش من كده. كل واحد حاطط رجليه على الارض دلوقتي، حط رجليك وثبتها على الارض كويس قوي، اعمل external rotation للليج، هتلاقي الفوت بتاعتك دخلت في كيبو فيرس. اعمل internal rotation للليج، هتلاقي الفوت بتاعتك بقت اند لانو فالجس. جربها وانت قاعد. ماشي، اعمل external rotation of the leg، هتلاقي الفوت بتاعتك بقت ان كيبو فيرس. خلاص، اعمل internal rotation of the leg، اوتوماتيك هتلاقي الفوت بقت pronate. ايه اللي عامل كده؟ هي النورمال جوينت ميكانكس والليجنس بتاعتها متظبطه على كده بالاكسيس اوف جوينت، عامله لينكد موفمنت باسيف ميكانيزمز. ماشي، يعني مجرد مثلا عندي ماسل تو كنترول الروتيشن اوف ذا ليج اقدر اتحكم في حركه الفوت، عندي ماسلز تشتغل على الفور فوت او ميكانيزم معين تحط لي الفوت في وضع معين اقدر اتحكم في الروتيشن اوف ذا ليج. ماشي، وده هيخدمني في حاجات كتيره جدا. يبقى انا وانا واقف اون ذا جراوند بتلاقي نفسك فالجس، عشان انا محتاج فليكسبل فوت. اول ما اعمل تيب توينج لازم الهيل يدخل في فيرس والفوت تبقى ريجيد كولن تو سبورت ذا بودي ويت اند تو كاري ذا بودي ويت. يبقى السب تيلر فالجس، يبقى انا عارف على طول ان الفور فوت برونيتد وصب الميد تارسال جوينت وفي انترنال روتيشن اوف ذا تيبيا والعكس. متهيألي حفظتوا. و فري سوينج بتمشي في 3 روكرز. روكرز يعني ايه؟ عارف الارمات بتعمل زي كانك بتتزحلق، او يعني بتمشي بتروتيت، يعني الفوت كانها بتروتيت ان سيركل. ف الهيل كونتاكت ده او اللودنج ريسبونس بنسميها ذا فيرست لوكر، الميد تارسال جوينت ذا سكند لوكر، الثيرد لوكر هي البروبالسيف فيز او البري سوينج. انا محتاج ايه دي؟ محتاج انها تبقى فليكسبل وادابتبل وتادابت ذا جراوند. يبقى لازم لما احط رجلي على هتبقى ايه؟ برونيتد، صح، والتيبيا في انترنال روتيشن، صح. لما بمشي بعد كده على سنجل ستانس محتاج الفوت تبقى ستيبل وتبدا تتحول من البرونيشن للسوفينيشن، وتبدا تتحول من التيبيا انترنال روتيشن للتيبيا اكسترنال روتيشن تو بيلد ا ريجيد كولن تو بوش the body weight. اوكي، وعرفنا الميكانيزم دي هتحصل ازاي. شوف اول ما بنحط رجلينا on the ground، شايف، بنحطها in external rotation. ليه in external rotation؟ عشان ال body weight هنا يبوش the subtalar joint into valgus. خلاص، ماشي. فاول ما بتحط رجليك the first part to touch the ground هو the outer side of the heel. عشان كده في الجزم بتاعتنا لو واحد ماشي نورمال والفوت بتاعته نورمال تلاقي اكتر جزء يتاكل في الكعب هو البوستيريور اوتر بارت، لان هو ده اول نقطه بيتعمل عليها لودنج. ماشي، وده ليه
عشان اقدر اعمل valgus passively من غير muscles، لان احنا قلنا عايزين energy low energy expenditure، عايزين نوفر. ومعاها بيحصل internal rotation of the tibia. وانا بعمل تو اوف، شايف التبيانس بوستيريو ظاهره ازاي؟ عشان تعمل لي فيروس اوف ذا هيل. ولما الهيل يبقى ان فيروس الفوت تبقى لوكت وريجيد. حد سال نفسه ليه الميتاتارسل بتاعتنا ربنا خليها اوبليك كده وليه مش خليهم بطول واحد؟ احنا قلنا دايما عايزين نستغل باسيف ميكانيزمز عشان نعمل الحركه. خلاص مجرد ما اظبط حركه واحده تعمل لي بقيه الحركات. عشان كده عشان لما واحنا بنعمل تيب توينج الفوت الفور فوت نتيجه ان الميتاتارسلز ار نوت ايكوال الفور فوت تبقى ادكتد. ولما تبقى ادكتد هتعمل لي ايه في الهيل؟ فيرس. يبقى هتعمل لي لوكينج اوف ذا ميتاتارسل جوينت باسيفلي. ان احنا قلنا انا ممكن اعمل ادكشن اوف ذا فور فوت تعمل لي لوكينج وتعمل لي بتعمل لي سبت ايلر جوينت فيرس، صح؟ فربنا خلق لنا باسيف ميكانيزمز تعمل لي حركه من غير ما ابذل فيها انرجي، من غير ما استعمل فيها ماسلز. وهيساعدها وانا بعمل تو اوف هنا ان انا عامل بلانتر فليكشن، فمع الانكل بلانتر فليكشن يحصل انترنال روتيشن، فالانترنال روتيشن كمان يسهل لي البروسيس اوف لوكينج. اوكي، يبقى مهم قوي نعرف ان بيحصل هنا انترنال روتيشن مع الهيل كونتاكت واكسترنال روتيشن مع التو اوف. لو تخيلنا الفوت كمفيش عندنا فوت، لو تخيلنا الحته دي بس اللي يفهمها معايا بقى لطيف جدا، حتة ظريفة جدا. لو انا ما عنديش foot يبقى radius of the movement of the center of gravity ايه؟ طول اللور لم، صح؟ مش انا هتحرك هنا دايرة والسنتر بتاعي ما فيش foot اهو في النقطة دي، خلاص؟ امال ايه الفرق ده عن وجود foot normal؟ شايف الفوت النورمال البوينت اوف روتيشن ما بقتش ثابتة، بقت بتتحرك، ده البوينت اوف روتيشن اتغيرت، كانت هنا عند الهيل وبعد كده لما عملت تو اوف البوينت اللي بيروتيت حواليها السنتر اوف جرافيتي او السنتر اوف ماس بتتغير وبتتنقل قدام. ده معناه ايه؟ معناه ان الفوت نفسها بتتحرك في سيركل، فبتاخد معاها السنتر اوف ماس وبتحركه في سيركل اكبر، يبقى خلت الموفن بتاعته فلاتند اكتر. ازاي؟ الدياجرام ده بيوضحها قوي. زي ما اتفقنا لو انا كنت بتحرك من غير فوت كان يبقى الراديوس بتاع الارك ده من الجراوند لحد السنتر اوف جرافيتي، لكن لما بتحرك هنا وبنقل وبغير الدايره انا الراديوس عندي بقى اكبر 2.5 مره طول اللم، يعني بقى عندي هنا فيرتشوال سنتر اوف روتيشن. مش احنا قلنا الفوت هنا بتمشي في دايره، يبقى الدايره اللي بتمشي فيها دي لازم ليها سنتر، السنتر بقى تحت. لما زودت الراديوس بتاع الارك اوف موفمنت خليت الايه الموفمنت او الباث واي اوف ذا سنتر اوف ماس مور فلات، مور فلات. عشان كده الفوت بتلعب دور جامد جدا جدا اكتر من اي حاجه ان سموثينج ذا باث واي. شوف سبحان الله حاجه اسطوره. وهي دي وظيفه الشوك ابزوربشن. ليه؟ لان احنا المساعد بتاع العربيه بيشتغل ازاي؟ لما بيجي لك مطب بيقصر ويطول. لما احنا في الفوت لما بنبقى عاملين هيل سترايك والفوت برونيت، الفوت وهي برونيت اقصر ولا اطول؟ اقصر. ومع كده اعمل كمان ني فليكشن، يبقى انا قصرت اللم ولا لا؟ قصرت. وبعد كده اعمل اكستنشن وبيلد كولم، يبقى انا عملت بالظبط زي فكره المساعد، قصرت وطولت تاني، يبقى انا عملت شوك ابزوربشن. ماشي؟ فالفوت دي اعجاز من عند ربنا مع الاذر ميكانيزمز طبعا اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى الفوت سموثن ذا باث واي اهم من اي حاجه هي مع الني. خلاص؟ وبتخلي لي الباث واي اوف ذا سنتر اوف ماس ماتش مور فلاتر اند سموثر. وعشان كده اللي بيلبسوا هاي هيل لغى كل الميكانيزمز دي، لغى كل الميكانيزمز، ما بقاش فيه السيركل اللي بتمشي فيها، فما بقاش الباث واي سموث، وما بقاش فيه الروكر ميكانيزمز، وما بقاش فيه برونيشن وسوباينيشن ولا الكلام ده خالص، ما بقاش فيه
شوك ابزوربشن صح. وما بقاش فيه حكايه لينثنج اوف ذا لمب والشورتنج، هو اللمب بقى طوله ثابت فزود لي الاوسيليشن خلاص. ولما زود لي الاوسيليشن وما بقاش فيه سموث باس واي، بقت الموفمنت جيرك، يبقى تحول السنتر الموفمنت اوف سنتر اوف ماس بدل ما هو نورمال سموث باث واي وذ مينيمم اوسيليشن اذا الى جيركي باث واي وذ هاي اوسيليشن. عشان كده ما تستغربش من الكعب العالي بيهز كل حاجه والاوسيليشنز تبقى عاليه قوي والفايبريشنز عاليه قوي خلاص، وكل حاجه بتتهز اكتر. فده ما نستغربلوش ليه، لان احنا خلاص بقى احنا مش هنبص الموضوع بقى ان حاجه بتتهز، احنا هنبص للميكانكس خلاص. بوظنا دماغك فلما تبص بقى ليه الحاجه بتتهز، وبص كويس ليه الدنيا بتتهز اكتر خلاص، عشان لابسه كعب عالي. الكعب العالي ضيع كل النورمال ميكانكس اوف ذا فوت اوف شوك ابزوربشن سموثنج ذا باث واي اند ليميتيشن اوف ذا موفمنت اوف ذا سنتر اوف ماس. اوكي، الحركه اللي بتحصل ديورنج موفمنت، احنا دايما في رسومات كده مش هناخد بالنا منها قوي مش لازم، بس يهمني انك دايما تعرف عن 60% احنا بدانا سوينج، ومن زيرو ل 60 احنا في ستانس، ومن زيرو ل 10 احنا في دبل ليم سبورت، ومن 50 ل 60 احنا في دبل ليم سبورت. اوكي، دي بتهمنا اكتر في السي بي وانت بتقرا ريبورت اوف جيت اناليسيس. الهيب موفمنت اكتر هيب فليكشن بيبقى موجود ايه؟ during heel strike خلاص، ده الهيب فليكشن الكبير. والماكسيمم اكستنشن بنوصل له فين؟ during double limb support sorry single limb support ماشي، والترنال سوينج ستانس مش الترنال ستانس، انا البودي عدى يبقى الهيب الماكسيمم اكستنشن. هو الرينج اوف نورمال هيب اكستنشن قد ايه؟ 20 درجه، والفليكشن 100 وحاجه خلاص. انا بحتاج في المشي فليكشن قد ايه؟ 30، لكن بحتاج الفول اكستنشن 20، بحتاج الفول اكستنشن 20 ماشي. افتكرها دي عشان بيها ابلكيشن مهم. الني احنا بنبدا بالني فول ستريت، بعد كده بعد اللودنج ريسبونس هيحصل ايه؟ ني فليكشن قد ايه؟ 15 درجه. بعد كده يحصل فول اكستنشن اجين خلاص، بعد كده هبدا السوينج الني فولي اكستندد، بعد كده هبدا اعمل فليكشن الني. يبقى الماكسيمم فليكشن الني هيحصل هنا في 80% يعني في السوينج، في الايرلي سوينج، عشان اثني الركبه عشان اقصر الليم عشان اقدر ارفع الفوت وارميها لقدام. يبقى احنا محتاجين فانكشنالي كام رينج اوف ني فليكشن؟ محتاج اقصى حاجه هنا حوالي 60 درجه ني فليكشن عشان امشي كويس، مش محتاج اكتر من كده. يعني عندك عيان عنده رينج، ما هو عشان نعرف الفانكشنال رينج ايه عشان اعرف هعالج العيان ولا لا، عندك عيان بيجيب من زيرو لحد 60 70، انت محتاج تعمل له حاجه عشان تزود الرينج عن كده عشان يمشي؟ لا لا، مش محتاج تعمل اكتر من كده، خصوصا لو انت هتزوده ل 90 وهتخليه يفقد الفول اكستنشن اللي هو احنا محتاجينه وبنوصل فيه لزيرو، يبقى انت كده ضريت العيان خلاص. لان انا بحتاج في الني الفول اكستنشن واللوكينج بتاعها، وبحتاج انها تفليكس 90 60 درجه عشان اعمل كومبليت سوينج. اوكي، الفوت بنحتاج الفول رينج اوف ايه؟ بلانكر فليكشن ولا دورس فليكشن؟ فول رينج اوف بلانكر، بنحتاج الفول رينج اوف بلانكر، وبنحتاج تقريبا فول رينج اوف اكستنشن كمان خلاص، اللي هو 20 درجه بس بحتاج اقل منهم شويه، بحتاج منهم حوالي 10، لكن الفول رينج اوف بلانكر فليكشن انا بحتاجه، لان هو ده البروبالشن، هو ده البوش اوف ذا بار. البلفيك موفمنت احنا عرفنا ان بيحصل دروب اوف ذا بلفس اون ذا كونترالاترال سايد وانا واقف اون ا سنجل ليم ستانس، وعرفنا ده بيحصل ليه، عشان لما تيجي تقرا وانت بتقرا يقول لك بيحصل دروب، ما هو لازم تبقى عارف بيحصل ليه عشان ما تحفظوش، لانك لو ما عرفتش بيحصل ليه هتبقى قاعد تحفظ بس، وفي الاخر الدروب هينزل الاليفيشن والدنيا هتتبطل. محدش يقول دي حاجة ما بتجيش في الامتحان، حاجة ما بتجيش في كذا، انت اللي عينيك ما بتلقطهاش وانت بتقرا خلاص، انت اللي في حاجات وانت بتقراها انت بتعمل لها دروب ديليت
خلاص بالديليت وانت ماشي. عمرك ما هتتكلم على هيب ولا توتال هيب الا لما هيكلمك في النص يقول لك الستانس فيز بيحصل كذا. خلاص بتروح انت مطنشها الحته دي وبتكمل. عمرك ما هتتكلم على الفوت وبيكلمك على الفوت بتاع الا بيقول لك الماكسيمم لود بتحصل مش عارف في الوقت الفلاني في 60% من الجيت سايكل. انت بتنسى الحته دي بتديليت خلاص. فانت مش ما تقولش ان انت الجيت مش عارف ايه ما بتجيش. انت اللي بتعمل لها ديليت لحاجات كتيره انت بتقراها ولو فهمتها هتبقى لطيفه جدا وهتبقى فاهم احسن. الهيب يعني مش هندخل في مشاكل كتيره. يهمنا الروتيشن البلفيك روتيشن احنا فهمناه مش هنقعد نتكلم في المسميات. اهم حاجه عندي الروتيشن اوف ذا لوور لم بيحصل في البلفس وبيحصل في الهيب في الفيمر وبيحصل في اللاج. اوكي كل ما نزلنا من فوق لتحت كل ما الروتيشن زاد. يعني اكتر روتيشن بيحصل في اللاج في التيبيا بعديه الفيمر اقل حاجه في البلفس. طيب انتوا عارفين اللوكينج ميكانيزم اوف ذا ني بتحصل ازاي؟ بيحصل internal rotation of the femur on the tibia. يعني relatively التيبيا حصل لها external rotation on the femur. خلاص؟ طيب وانا ببدا الهيل سترايك اني عندي ايه؟ fully extended ولوكت. اول ما هعمل foot flat انا عايز افليكس الني. مش احنا قلنا عايزين نفليكس الني 15 درجه واطلع تاني؟ طيب ازاي افليكس الني وهي لوكت؟ يبقى لازم اعمل لها unlocking. يبقى عشان اعمل لها unlocking محتاج ايه؟ internal rotation of the tibia. internal rotation of the tibia. طب مش انا لما حطيت رجليا الفوت كانت pronated ولازم لما يحصل pronation of the foot يحصل internal rotation of the tibia؟ فلما يحصل internal rotation of the tibia تعمل لي unlocking of the knee. واضح كله بيخدم على بعض. هارموني ملوش حل. هارموني رائع. خلاص الفوت طول ما احنا ماشيين الفوت في اوت توينج لكن كل ما فوق الفوت قاعد بيلف في انترنال واكسترنال لكن الفوت ماشيه في اوت توينج. خلاص نيجي للجزء الثاني الكاينيتكس. ده جزء سريع كده ماشي مش هنطول. في حد عنده اي سؤال في الموفمنت اللي احنا وصفناها قبل شويه؟ قول. عندي مشكلة في كذا مسميات دلوقتي مرتبطين مع بعض. عندي مسمى إيفيرجن إنفيرجن ومسمى إنترنال روتيشن وإكسترنال روتيشن ومسمى سبايريشن وكونفيكشن. الحاجات دي أنا مش قادر أفصلهم على الجوينت. إيفيرجن وإنفيرجن ديسكريبشن أوف ذا سبتيلر جوينت أونلي. سبايريشن أند برونيشن ديسكريبشن أوف ذا هول موفمنت أوف ذا فوت. يعني السول إز فيسينج أونورد يبقى أنا كده بتكلم على سبايريشن. أوتورد يبقى الفوت كلها برونيتد. يعني زي ما اتفقنا مفيش حاجه اسمها يحصل فالجس بس من غير فور فوت ما تبقى برونيت. فلازم في جلوبال موفمنت. الجلوبال موفمنت دي في الفوت بنوصفها يا سوباينيشن يا برونيت. لكن لما اتكلمك على الايفرشن والانفرشن بتكلم على السبتيلر. يعني الفرس والفالجس بتكلم على هيل. الايفرشن انفرشن بتكلم على سبتيلر. سوباينيشن برونيشن بتكلم على هول فوت. خلاص عشان برضو ابقى يعني ما تتلخبطش لما تقرا في حاجه ثانيه. احيانا يوصفوا الموفمنت اوف ذا فور فوت الباثولوجيكال مش النورمال. احنا بنتكلم في النورمال. الباثولوجيكال موفمنت اوف ذا فور فوت اون ذا هايند فوت يقول لك الفور فوت سوباينيتد او برونيتد اوفر ذا هايند فوت. اوكي الانرجي ريكويرمنت احنا قلنا الثيم بتاعنا في كل الفوت في كل الجيت هي انرجي سيفنج لوور ذا انرجي اكسباندشر. هو الجو كتم شويه افتح شباك ورا ولا حاجه يعني كده الناس هتنام. الميتابوليك انرجي اللي في البادي بتتحول عن طريق الماسلز الى كاينيتيك انرجي او ميكانيكال انرجي. يعني انا عشان اولد حركه محتاج بنزين. اللي هيحول لي البنزين الى حركه هي الموتور. الموتور بتاعنا هو المسل. خلاص طيب ايه انواع المسل كونتراكتشرز اللي عندنا؟ عندنا حاجه اسمها كونسنتريك كونتراكشن. كونسنتريك كونتراكشن يعني ايه؟ يعني ذا مسل شورتن وذ ذا موفمنت. انا عايز ارفع حاجه بعمل فليكشن. البايسبس هنا از شورتنينج وذ موفمنت يبقى دي اسمها كونسنتريك كونتراكشن. طيب انا عايز
انزل العلبه دي لتحت كده. انا هنا بعمل ايه؟ اكستنشن. الاكستنشن هنا مين اللي عمله؟ الجرافيتي. الجرافيتي هي اللي عملته. البرايم موفر هنا هي الجرافيتي. لكن اللي عمل كنترول للموفمنت دي ما خلاش ايديا تقع مره واحده بالجرافيتي هي ايه؟ البايسبس. البايسبس هنا وانا بعمل اكستنشن شورتند ولا لينثند؟ لينثند. يبقى ده اسمه ايه؟ اكسنتريك كونتراكشن. تالت حاجه ايزومتريك كونتراكشن. انا عايز احافظ على العلبه دي كده في 30 درجه، يبقى في فيكسد كونتراكشن اوف ذا ماسل ويزاوت موفمنت، دي اسمها ايزومتريك كونتراكشن. لما اقول لك ان اكتر حاجه بتستهلك انرجي هي الكونسنتريك كونتراكشن، يبقى اوتوماتيك تقول لي يبقى اغلب الماسل فانكشن اللي هتحصل في الجيت هي اكسنتريك كونتراكشن وايزومتريك كونتراكشن. خلاص يبقى الايم في كل الجيت بتاعتنا عشان نوفر طاقه وبريزرف انرجي ان انا ما استعملش الكونسنتريك كونتراكشن كتير. خلاص ازاي؟ ازاي عشان ما استعملش انرجي كتير؟ هنقول كلمتين بس هرجع كل ده هيتشرح تاني. عايز اكسنتريك وايزومتريك كونتراكشن اكتر من الكونسنتريك. خلاص خد بالك عشان اعمل ايزومتريك كونتراكشن او اكسنتريك كونتراكشن لازم يبقى عندي برايم موفر، يبقى لازم عندي اكسترنال فورسز بتحرك السيجمنت دي وانا هتحكم في الحركه اللي بتحصل بالاكسنتريك كونتراكشن. خلاص لكن انا دلوقتي عايز اشيل الدمبل دي خلاص، طب ما انا لازم هشيلها بالفورس بالانترنال فورسز بتاعتي بالماسل فورس. مفيش اكسترنال فورسز بترفعها لي وانا هكنترولك. خلاص يبقى دايما الكونسنتريك كونتراكشن بيستعمل تو اليفيت ذا ماس ماشي از ا برايم موفر، لكن الاكسنتريك كونتراكشن بيستعمل ان في اكسترنسك موفمنت موجوده وانا بعمل لها كنترول. فانا عشان استعمل اكسنتريك كونتراكشن في الجيت لازم اخلق وولد موفمنت ماشي واستعمل باسيف ميكانيزم عشان تعمل لي برايم موفمنت او اكسترنسك موفمنت او اكسترنسك فورسز وانا اتحكم فيها بالاكسنتريك كونتراكشن بتاعي. يبقى ما ينفعش اقول لك اعمل لي اكسترنسك كونتراكشن عشان تحرك لي بودي ثابت، ما ينفعش، لازم يبقى فيه فورس بتحرك البودي ده وانا بكنترول الحركه. خلاص لو انا دلوقتي جبت العلبه دي وخدتها ورفعتها فوق كده خلاص انا خزنت فيها ايه؟ بوتنشال انرجي. ليه فيها انرجي؟ يعني دي كده فيها انرجي؟ ازاي فيها انرجي؟ اه طبعا ان لو سبتها وقعت ماشي، لما وقعت دي بقت كاينتيك انرجي، يعني تحولت البوتنشال انرجي لكاينتيك انرجي. لو ما كانش فيها انرجي ما كانش وقعت. خلاص